لقرد الكنون طريقة مختلفة للدفاع عن نفسه، فعند تعرضه للتهديد يقوم باستعراض المناطق ذات الألوان الفاتحة من جسمه، ثم يقف على قوائمه الخلفية ويحاول إبراز لحيته البيضاء ويقوم بحركات انفعالية. يعيش قرد الكنون في الغابات والمستنقعات الإفريقية، لكنه ليس الحيوان الذي نبحث عنه. هناك قرد آخر يستخدم جسمه في الدفاع.